سلام على آل ياسين. هل صحيح أن مرضعة رسول الله حليمة السعدي؟ الروايات في هذا موجودة من طرق الشيعة ومن طرق السنة. نعم. وأن جده عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب رضوان الله تعالى عليهما أعطوه لحليمة السعدي لقائل أن يقول هو الإشكال منين نشأ مؤخرا أنه طيب هل أن موسى أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وآله ذاك حرمنا عليه المراضع ورددناه إلى أمه ورددناك إلى أمك كي تقر عينه. طيب ليش بده يروح النبي محمد صلى الله عليه وآله ليرتضع من حليمة وليس من أمه؟ بالواقع كون موسى أعيد إلى أمه لا تجعل له ميزة، هاي خصيصة وليست جنبة أفضلية. وهنا أعود بإخواني إلى ما أقوله دائما، الخصيصة شيء والأفضلية شيء آخر. يعني اختص الحسين بالشهادة بهذا الشكل الذي شكل فاجعة. طيب هل الحسين أفضل من أبيه علي؟ لا. هل الحسين أفضل من جده محمد صلى الله عليه وآله؟ لا. لكنه اختص هذه الخصيصة، هذه الشهادة الفاجعة لا تجعل منه أفضل. يعني أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. محمد خير الخالق بالإجماع، ما حدا بماري فيها. طيب ليش بده يروح النبي إلى حليمة السعدي؟ هنا يجب أن ننظر إلى المسألة بصورة أشمل. أولا لا يفوت إخواننا المشاهدين أن هناك جهات خفية مخططة بخبث تريد لهذه الظاهرة وهي النبوة الخاتمة أن تضمحل. الله يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هل رسول الله ليس نور الله الأعظم؟ أعظم مخلوق. إذا كان الشهداء نورهم يسعى بين أيديهم نورهم، فما بالكم بنور رسول الله يراد إطفاؤه. طيب دائما بنسمع بالروايات أن جده عبد المطلب كان إذا افتقده يا لطيف يبحث عنه في مكة ويشغل بني هاشم دائما. عمه أبو طالب افتقدنا رسول الله يومان، فأمر أبو طالب الهاشميين أن يقفوا بالسيوف على رؤوس القرشيين بده يبيدهم. إذن الأجواء أن الرجل مطلوب، مطلوب راسه. طفل كبير صغير كلهم بيعرفوا أن نبيا عند العرب سيولد. والأسبوع الماضي أنا حكيت في أناس من أهل الكتاب كانوا يعرفون الليلة التي يولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم. بل وتدخل إبليس لصالح هذه القوى. أولم يروي المسلمون أنه جاءهم في صورة شيخ النجدي، وهو الذي اقترح عليهم أن يجتمع من كل قبيلة شاب فيطعنونه طعنة رجل واحد فيضيع دمه بين العرب، ولا طاقة لبني هاشم على قتال كل أفخاذ قريش. أولم يتصور إبليس في صورة سراقة ابن فلان جشعم أو شيء من هذا النوع، ثم نقص على عقبيه قال إني أرى ما لا ترون عندما هبط جبرائيل برفيف من الملائكة يوم بدر وغيرها وغيرها. إذن حتى إبليس كان مساهم في هذه القوى التي تريد لرسول الله أن يقتل. قد أقول قد يكون بتدبير من عبد المطلب أن أبعده عن مكة لقائل أن يقول شيخنا طب ما بيطبعونه إلى منازل ومضارب بني سعد عند حليم. صحيح، لكن مكة كانت حاضرة.
كانت مدينة تزدحم فيها الأقدام يمكن اصطياده بسهولة في وسط مدينة، بعكس ما لو قصد إلى مضارب أناس يتبعون الكلأ من مكان إلى مكان لا يعلم لهم. هذا جهة. الجهة الثانية، إذا أراد الله لنبيه أن لا يعيش طفولته في مكة لأمر نجهله، شو المانع لقائل أن يقول طيب كيف يرتضع رسول الله خير خلق الله من امرأة مشركة، ومن كان يقول ومن يقول إنها لم تكن متدينة على الفطر، ترى أن هناك إلها يدبر الكون، ولا يوجد أي رواية تدل على أن كان لها صنما تعكف عليه، بالعكس كانت ترى بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وشعرت ببركته منذ لحظة اختياره، وعمت بركته على بني سعد كلهم، وكانوا بنات أو بنت حليمة السعدية ممن كانوا يعني أولادها من الموالين لمحمد وأهل بيته، وكان لوجوده صلى الله عليه وآله أثرا في إيمان بني سعد بعد ذلك، وبنتها من الذين ناظروا الحجاج بن يوسف الثقفي على حب علي وآل علي. حتى الآن أنا ما بقدر أتفاعل يعني مع من ينفي ذلك لوجود روايات لا يمكننا الفكاك منها. حيدر